سعادة الأستاذ سلطان علان الذي ينضم إلينا. سعادة النقيب صباح الخير. صباح الخير الله يسعدك. أنا سأسألك نفس السؤال، ليش هذا القطاع قاعد بتدمر أمام عيوننا متفرج عليه؟ شو السبب؟ شو بيصير معكم قاعد؟ يعني بكل بساطة ليش؟ للأمانة إحنا عارفين السبب. احكي لنا طيب. مطلعين عليه اليوم يعني معلومات مستقاة من دائرة الجمارك غير رسمية، لأنه حاولنا نأخذ معلومات رسمية ما تسنى لنا ذلك لأول مرة. كنا دائما كل سنة نأخذ معلومات شو عدد الطرود البرية التي ترد إلى دائرة الجمارك، ولكن لم يتم إجابة طلبنا. طبعا ما بعرف شو السبب، هل هناك سبب فني أو غيره، ولكن المعلومات التي تصلنا أنه وصل سقف عدد الطرود البردية اليومية إلى حوالي 7000 طرد. يعني باختصار سعادة النقيب، خلينا نحكي، التجارة الإلكترونية دمرت قطاع الملابس والأحذية، هيك بصراحة. طبعا والسبب عدم العدالة، يعني نرجع للسبب. السبب ليس نمط التجارة، التجارة الإلكترونية واقع في العالم موجود وترند عالمي وشيء جديد، زي أي اختراع اليوم تكنولوجي جديد، مثلا زي السيارات الكهربائية زي إلى آخره. هذا نمط حياتي جديد مقنع جيد، ولكن المشكلة عندنا عدم العدالة وعدم القدرة على المنافسة. بطبيعة الحال أنا عندي محل وعندي مصاريف وعندي جمارك وعندي وعندي وعندي، هذاك ما عنده. ما عندنا أخي طارق، ما عندنا مشكلة في هذا الخصوص. ليش؟ لأنه أيضا التجارة الإلكترونية عليها أعباء النقل الجوي. طب ولوين مشكلتكم إذا؟ مشكلة في قرار منح تفضيل للطرود البريدية من ناحية الرسوم والضرائب والإجراءات. يعني اليوم أنت إذا بتجيب بضاعتك من خلال طرود بريدية تخضع إلى حد أقصى من الرسوم والضرائب 10%، بينما تصل تقريبا 32% مجمل الرسوم والضرائب الخاضعة على قطاع الألبس والأحذية بنفس الشيء. طب خلاص سيروا جيبوا بضاعتكم طرود بريدية أنتم كمان. ما بنقدر، إحنا حجم بضائعنا كبير، حجم كبير، وأيضا التاجر اليوم لا يستطيع أن يعني في الآخر بده يبيع بضاعته بفواتير ضريبية، هو ملتزم بتوريد ضريبة مبيعات للدولة، بالتالي لا يستطيع أن يعني يمارس مهنته من خلال طرود البريدية. ولكن طرود البريدية حلت محل تجارتنا من ناحية أنه اليوم المستهلك بقدر من خلال مواقع الإلكترونية الخارجية أنه يعمل أي طلبية بديها ويجيبها. إذا أنت لم تساوي، وهذا فقط في الأردن، يعني في كل أنحاء العالم في قيود على التجارة الإلكترونية، لأنه بتعامل معها أنها تكون تجارة شخصية، يعني ضمن المعطيات والمتطلبات الشخصية. لك أن تتخيل أخي طارق اليوم أنه إحنا اليوم حجم الاستهلاك السنوي للفرد من الألبسة والأحذية 103 دنانير، هذا المتوسط العام الأفرج العام. كيف بيحسبوا؟ بيقولوا جميع مستوردات المملكة من الألبسة، وجميع مستوردات المملكة من الأحذية، وجميع ما ينتج في المملكة من ألبسة وأحذية، يأخذوا كفاليوم كقيمة وبقسموه على عدد السكان، بطلع بالمتوسط 103 دنانير. طيب أنت ليش أنت ما تيجي في الطرود البردية تقول لكل فرد أردني بس 100 دينار أو 103 دنانير، على افتراض أنه هذا الفرد ما بده يشتري ولا إشي من جوه، تعطيه محددات أنه ممنوع تشتري أكثر من 100 دينار أو 103 دنانير من برا. للأسف هذا الغير موجود. تستطيع الآن أن تشتري كل يوم 200 دينار يوميا، 200 دينار تستطيع الشراء. أنت حجم المشتريات يمكن أن تتضاعف، وأن ما تكون بس للطرود البردية للأغراض الشخصية، تكون للأسف الأغراض تجارية غير قانونية. طيب وصلت الفكرة، أنا بدي أشكرك سعادة النقيب، شكرا جزيلا. شكرا. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج أف أم. أحلى إذاعة يا مزاج.